يمكن كلاعب كرة يعني يهمني أسمع رأيك في أهم مصادر القوة وأهم مفاتيح اللعب اللي شفتها في فريق فلومينينزي. إحنا نعرف كينو لأنه سبق كان ليه تجربة احتراف هنا في مصر، طبعا نعرف مارسيلو الباك الشمال، طبعا باك الجناح الباك البرازيلي الدولي، وطبعا باك الشمال فريق ريال مدريد فيليبي ميلو الدولي البرازيلي، أيضا من الأسماء نعرفها. لكن لو سألتك وجهة نظرك في أهم لاعب أو أهم الأسماء اللي موجودة في فريق فلومينينزي. hecho de que Fluminense desde فلومينينسي hace unos años hacen una mezcla de jugadores من عدة سنوات يقوم بمزيج بين اللاعبين ذوي الخبرة واللاعبين الشباب، اللاعبين الذين كان لهم تجارب في أوروبا، ولهذا نرى أن الفريق هناك فيليبي ميلو على سبيل المثال لاعب مخضرم، أنت تتحدث عن لاعب عمره 40 عاما، هذا النوع من اللاعبين يستطيع أن يقدم التوازن بين القيمة الفنية والخبرة، وهناك مارسيلو كما ذكرت بالخبرة التي يمتلكها مثل هؤلاء اللاعبين، وهناك أيضا خيرمان كانو اللاعب الأرجنتين الذي سجل في النهائي، هو لاعب كبير أيضا في الأرجنتين، ولهذا أعتقد أن هناك توازن كبير بين الخبرة وبين الشباب في صفوف فلومينينسي، وهذا ما رجح كفة الفريق البرازيلي بطبيعة الحال، لأننا نتحدث عن لاعبين كبار يمتلكون أسماء كبيرة مثل ما ذكرت، واللاعبين السعر هناك جانسو وهناك مارسيلو أيضا. هسيب الكرة اللاتينية وأروح معاك للكرة الأوروبية، وأنت كنت واحد طبعا من نجوم باريس سان جيرمان ولعبت في الدوري الفرنسي ولعبت كمان لموناكو، ازاي بتشوف الطفره اللي حصلت على مستوى باريس سان جيرمان في السنوات الاخيره؟ وهل تتوقع انه السنه دي تحت قياده لويس انريكي الفريق ممكن يكون عنده حظوظ في تحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ باريس سان جيرمان يتطور كثيرا بالنظر للقوى الاقتصادية التي يمتلكها والمصادر التي يمتلكها في فرنسا أكثر من أي فريق آخر مثل موناكو ومارسيليا، الهيكلة المالية للنادي واستحواذ قطر على باريس سان جيرمان ساعد كثيرا في أن يفوز بألقاب عديدة في فرنسا، ولكن الطموح الحالي والطموح الرئيسي للنادي هو الفوز بدوري الأبطال، هذا هو الطموح الأساسي، والإدارة تبحث عن هذا الأمر من خلال طرق عديدة، استقطبنا في السابق بيكهام ديفيد بيكهام بالطبع وكافاني والعديد من اللاعبين الكبار، العام الماضي كنا نتحدث عن مبابي وميسي ونيمار في خط الهجوم، ليس هناك أكثر من هذا سهولة لكي تحقق انتصار وتستطيع أن تفوز بالبطولة مع وجود هؤلاء الأسماء، ولكن يبدو أن الأمر لم يأتي بعد، الأمر يحتاج لمزيد من الانسجام بين المجموعة وكذلك عامل الحظ لا يمكن أن ننسى. نعم لويس إنريكي يحاول أن من خلال الظروف خلق الظروف القوية والطبيعية داخل الفريق لكي يستطيع أن يفرض أسلوب لعبه، الأمر ليس بالسهل، ولكن من خلال القائمة التي يمتلكها من اللاعبين بين قوسين اللاعبون الذين يستطيعون على صناعة الفارق وتحقيق الحيوية والديناميكية داخل أسلوب الفريق من أجل الفوز والبحث دائما عن الفوز والقوة في الأداء ليس البحث عن الأداء التحفظي، احنا في باريس سان جيرمان يبحث دائما عن الفريق الذي يستطيع أن يفوز بشكل قوي وفي نفس الوقت يستطيع أن يمتلك الخبرة لكي يحقق لقب مثل دوري الأبطال.